هدف الرئيس النهارده من الندوه ان انا انزل لولي الامر، انزل للطفل، الطفل ده انا عايزه اوصل له ان هو ازاي يبقى متربي صح. النهارده احنا لاقيين حوادث كتير جدا جدا، وكان اقربها الحادث بتاع السباح اللي كان موجود، اللي انا كنت بدات في اول الندوه بتذكرت الناس بيه، السباح اللي ما قدرش ينزل البطوله ده علشان حصل مشكله بينه وبين زميله اللي ما عندوش اي قيود في اي حاجه وضربه وبهدله، وفي الاخر الولد حصلت له اصابه وحصلت له عاهه. الحاجات دي كلها دي نتيجه عدم وجود، مش هقول عدم وجود تربيه، بس عدم وجود ايجابيه في التربيه من اولياء الامور. النهارده نزلنا نقول للناس تعالوا معانا وشوفوا احنا بنتعامل مع اولادنا، بس بنديهم مهارات مش بنديهم تربيه. احنا عايزين النهارده نعرف يعني ايه التربيه الايجابيه، يعني ايه نربي اولادنا، يعني ايه نخرج ولد سليم في المجتمع ونخرج مجتمع سليم كلنا، يعني نبدا بينا عشان نبدا نغير المجتمع كله. لجنه الطفل تحت امركم، واحنا في الاول وفي الاخر بنعمل حاجه علشان النادي واعضاء النادي، وبنطبق برنامج عائله الاهلي بنبداها من الطفل واولياء الامور، واحنا سعداء باي اقتراح حد يقوله لنا، احنا هنقدر على قد ما نقدر نحاول نطبقه. ويعني بقول كده بعمل يعني مثلا زي افكت كده، تابعونا في مدينه نصر والجزيره، لان زي ما عجب الناس النهارده وهم قاعدين حتى ما كانوش حضور معانا في قلب المكان حوالينا، بداوا ينتبهوا للكلام اللي كان موجود النهارده، عشان احنا لمسنا حاجات فعلا احنا كنا محتاجينها ومش فاهمينها. فالناس النهارده هم قاعدين وهم واقفين بداوا يسمعوا احنا بنقول ايه. فانتظرونا في اهل مدينه نصر واهل الجزيره مع نوع من انواع الندوات الجديده اللي هتلمس الاسره المصريه. الرساله اللي انا حابه اوجهها ان التربيه الايجابيه هي تهم المربي قبل ما تبقى للابناء. يعني انا كمربي يجب ان انا اكون ايجابي في فكري، ايجابي في تصرفاتي، ايجابي في تعاملاتي، وبالتالي هقدر ان انا اكون عندي تربيه ايجابيه حوالين مع اولادي. ليه؟ لان احنا المجتمع بتاعنا هنا بيبدا، المجتمع بتاعنا مش بس مدرسة، مجتمع النادي مهم جدا، وبيطلع منه الأولاد عندهم قيم وعندهم أخلاقيات عالية من داخل الاحتكاكات النادي. فأنا كان نفسي جدا إن الناس هنا يبقى عندها الوعي ده، عشان يبقى الاحتكاك جوه النادي إيجابي، فيقدر لما يخرج بره المجتمع الطبيعي يبقى أكثر إيجابية. هي دي الرسالة اللي كان نفسي أوصلها فعلا. كن إيجابي أولا أنت، وبعد كده كل اللي حواليك هيتحول لنظرة إيجابية. عايز أقول لهم إن مفيش مشكلة خالص هتواجهوها طالما عندكم الوعي الصحيح. طالما انت عندك الوعي، عندك العلم، هتعرف تواجه المجتمع اللي حواليك او اي مشكله انت بتواجهها حتى على المستوى الشخصي. فعلم نفسك الاول ودرب نفسك على اللي انت اتعلمته، وبعدين هتلاقي الدنيا حواليك كلها اتحلت صدقني، لان كل المشكله الاول بتبدا من هنا. حل هنا كل حاجه هتبقى سهله. وفي اول الامر اول ما قعدت ما كنتش برضو فاهمه قوي هيتكلم الدكتور هتتكلم في ايه، وكان بالنسبه لي الموضوع يعني عامي قوي. فجاه لقيت ان هي يعني المواضيع اللي بتتكلم فيها لمساني قوي، فترتي وانا صغيره، فترتي وانا مراهقه، فترتي وانا كبيره، فترتي وانا متجوزه. فحسيت لا ان هي لمستني بكل حاجه. فلا الندوه كانت فعلا، احنا شفت يعني في نظرات الناس اللي انا ام، يعني رغم ان انا لسه مش ام، بس حسيت من كل كلامها قد ايه التربيه دي شيء مهم جدا. القيم، الاخلاق، كل ده يعني احنا ممكن زي ما انت قلت صغيره شويه مفيش وعي بالكلام ده، بس عرفت قد ايه ابويا وامي وجدي وجدتي كان الموضوع ده بالنسبه لهم ان هم يعلمونا التصرف صح، ده شيء كبير. النهارده فعلا يعني نادي الاهلي انا بشكره جدا على الندوه دي، لانها على الاقل كل واحد كان قاعد النهارده استفاد على الاقل ب 10% 20%، فده دي نسبه مش صغيره ما ينفعش نقلل منها. مبسوطه جدا بالندوه، مبسوطه جدا بدكتور، مبسوطه جدا بلجنه الطفل عامه، فعلا مشاركه فعلا مفيده جدا لكل واحد شارك، لكل واحد سمع. احنا وانا قاعده ببص كده حواليا بشوف عيون الناس والتركيز، وبقى عندي اسئله وبقى عندي حاجات كتير، الموضوع تطرق لحاجات كتيره قوي. فبشكر جدا النادي الاهلي على الموضوع دوت، ونفسي يتكرر اكتر من مره. ندوة كويسة جدا، شفنا فعاليات إيجابية جدا من الأعضاء، الناس كان عاجبها قوي وكانت بتيجي وعاجبها، عاجبها كمان إن هم يشوفوا دوت في أولادهم إن إزاي يربوهم بطريقة صح في الرياضة وفي الأخلاق وفي كل حاجة. فدي كانت تأثيرها حلو قوي على النادي، ولسه في كمان في مدينة نصر الجزيرة إن شاء الله. صراحة الندوة بتاعت النهاردة كانت ممتازة جدا، حاسة إنها اتكلمت أكتر عن إزاي نحب أولادنا،
ممكن احنا نكون يعني اكيد اي ام واب بيحبوا اولادهم، بس طريقه التعبير عن الحب بتختلف. انا ممكن اشوف ابني بيعمل حاجه غلط فزعق له عشان انا بحبه، انا خايفه عليه ان هو يعمل حاجه معينه، لا انا ممكن اعبر عن ضيقي بطريقه تانية. فهي راحت لنا عملت زي هايلايت كده ازاي نقدر نحب اولادنا ونوصل لهم ان احنا بنحبهم، نقاوم تصرفاتهم ونوصل لهم التقويم ده بشكل هم يتقبلوه ويسمعوه مننا. فصراحه يعني فعلا ندوه ممتازه جدا، ويا ريت انها تتكرر على طول سواء هنا او في الفرعين التانيين. لا طبعا استفدت حاجات كتير يعني بخصوص تربية الأطفال وكده، ويعني بصراحة الدكتورة اتكلمت في كذا نقطة يعني وبتحصل معنا في أرض الواقع يعني، فلا يعني أنا شايفة حاجات زي كده بصراحة يعني مهمة قوي إن احنا نسمعها يعني، ويبقى في توعية وكده لكل الأمهات عشان تنفعنا في تربية أطفالنا وكده.